هما غير الآخر. هذه الأقوال الإخوة يراجعونها في المجلد الثاني من إلهيات الشيخ السبحاني صفحة 155. هناك يقول: اختلف المتكلمون في حدود عصمة الأنبياء على أقوال، فقالت الأزارقة من الخوارج يجوز على الأنبياء الكفر فضلا عن غيرهم. هذا بعد واضح بأنه لا رحمية بين هذا القول وبين ما يذكره علماء الإمامية من مسألة ترك القول. وقالت الحشوية: يجوز ارتكاب الكبائر على الأنبياء قبل البعثة وبعد البعثة عمدا سهوا، كله لا محذور فيه. أما المعتزلة فقال، انقسموا إلى أقسام، منهم من المعتزلة من قال يجوز على الأنبياء الكبيرة قبل البعثة ولا يجوز ماذا بعد البعثة، فقبل النبوة تصدر منهم حتى السرقة والكذب والغيبة وكل معصية، مو تصدر منهم فعلا، ولكنه إذا صدرت يخل بنبوتهم أو لا يخل بنبوتهم، لا يخل بنبوتهم. نعم، ما بعد النبوة لا تصدر منهم الكبائر، أما الصغائر فلا محذورة فيها. هذه جماعة من المعتزلة، وهو أبو علي الجبائي أو الجبائي، هذا قوله. وقول آخر عند المعتزلة، ومنهم من قال إن الأنبياء لا يجوز عليهم الكبيرة لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، وتجوز عليهم الصغيرة إذا لم تكن منفرة، الصغائر عمدا سهوا قبل البعثة بعد البعثة ماذا لا محذور فيها. نعم، الكبائر لا تصدر منهم. وأما الأشاعرة، هذه أقوال المعتزلة، وأما الأشاعرة فقال القوشجي: المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقا، أما والصغائر غير الخسيسة عمدا لا سهوا، وإلا بعد البعثة أيضا الصغائر تصدر منهم سهوا لا عمدا. وأما قبلها يعني قبل البعثة، قال أن الجمهور جمهور الأشاعرة لا يمتنع أن يصدر عنهم ماذا كبيرة من الكبائر. وقالت الإمامية: لا يجوز على الأنبياء صغيرة ولا كبيرة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا إلى آخر القائمة. فأي رحمية بين ما يذهب إليه الإمامية في عصمة الأنبياء وبين ما يقوله علماء المسلمين؟ من الواضح أنه لا صلة ولا نعم، بعض هذه الأقوال تقترب من مذهب الإمامية وبعضها ماذا تبتعد من مذهب الإمامية، وإلا لا يوجد هناك أي توافق بين ما ذهبت الإمامية في عصمة الأنبياء وبين ما ذهبت إليه المذاهب الأخرى في مسألة عصمة الأنبياء.